مبسوطه بيه، يعني هي بتقول احنا مش لايقين على بعض. والغلطه الثانيه ابتدت ان هي في شغلها بتبص لزمايلها اللي من سنها وتعجب بستايلهم وستايل لبسهم وكده يعني. اوكي. فهي بتقول لي انا دلوقتي حاسه ان انا بخونه، بس هو طيب جدا وانا بحبه قوي، بس انا مش عاجبني ستايل لبسه. طيب ما هو المشكله هنا انه انت قاعد تكلم اول شيء في جاب، في عمر كبير، فاكيد الستايل حق الرجال حيكون شوي غريب عند المراه، خاصه اذا هي اوائل العشرينات ولا كم؟ هي 25 يعني، اكيد هي بتكون ابديتد، عندها اكثر نظره بالملابس، بس انه في عقل بالدور يعني عند الشاب اكيد هالعمر يكون واعي بشغلات وكل شيء، هي تقدر تغير الستايل. هي تقدر تغير له ستايل فعلا تلعب في ايديها. بص بقى انا اخاف اقول لها ايه، طب ايه لا اكيد انا حابب اسمع رايك، بس خلينا ندخل بريك ونرجع اكيد. خلينا ندخل بريك ونرجع لكم اكيد. اهلا وسهلا، اكيد رجعنا. انت كنت حابه تعطينا الجواب طبعا. يعني انت كنت تقول ان هي ايه ممكن تقول له يغير شكله يغير ستايله يغير الحاجات دي. في عندنا سكتين، لو الموضوع موضوع طريقه لبس بس يبقى احنا في الامان وممكن تقول له غير لبسك، بس انا خوفي بقى كمروه حاجه تانية. ايش؟ ان طريقه لبسه بتعكس شخصيته، فهو عجوز من جوه، يعني هو الموضوع مش موضوع لبس بس، يعني هو لا هيخرج ولا هيتفسح ولا هيسافر ولا هيتنطط ولا يعني روحه من جوه كلاسيك زي لبسه. يعني كل واحد فينا ما بيجي يختار لبسه يختار اللبس اللي حسب شخصيته ايه. صح بالفعل. لا وجهة نظرك فعلا مهمة جدا، بس تبغى تشوف هو في اوقات ناس يكونوا مرحين ويحبوا يطلعوا، بس نظرة الناس لهم باللبس ما تفرق معهم، لأنه هو يكون شغال بنفسه مقتنع بنفسه. هذا شيء حلو يعني. فهي محتاجة تحدد هل هو ذوقه وحش في اللبس وخلاص ما بيعرفش يشتري هدوم منين، ولا لبسه دوت بيعكس شخصيته، لأن لو بيعكس شخصيته احنا مش هنخلص. طب حلو، يعني في وجهة نظرك انه يعني هي يا اما تدرسه كويس وتعرف هل دي شخصيته ولا لبس بس، لأن لو اللبس بس سهل يتغير، بس لو دي شخصيته هتقعد طول عمرها بص على اللي في ايد غيرها. هو زي ما يقولوا you can tell a guy a lot from his shoes، يعني من تقدر تقول الشخص هي اهم حاجة الجزمة والشعر. ما علينا، اللي بعده اللي بعده. المشكلة اللي جاية بقى دي مشكلة لطيفة جدا، عايزاكم بقى تركزوا فيها. في كاتبة اسمها أمل محمود عملت كتاب اسمه عشان السنارة تغمز. اوكي، ده كله نصايح للبنت ازاي السنارة تغمز، كتاب ساخر ازاي تجيب رجل الولد. كتاب ساخر قوي. فمشمشة اللي بعتالي المشكلة دي على الويب سايت بتقول لي بقى ايه، هي مقتبسة حتة من الكتاب، والكتاب بيقول اسمعي مشاكله في البداية بحدود ومن باب المشاركة والتعاطف، لكن تعيشي في دور السبع رجالة وتنتحري عشان تساعديه هتتحطي في بند الصديقة الجدعة مش اكتر. اول علاقة هتتبني على كتافك انتي، وهيتعود ان انتي اللي بتحلي وتربطي وينملك في الخط. ايوه صح. فدي النصيحة بتاعت امل، فبتقول للبنت ما تعيشيش في دور السبع رجالة في بعض. فمشمشة بقى بتاعت المشكلة دي بتقول لي ليه، هو مش انا كده هبقى بساند حبيبي او بساند صديقي او بساند جوزي، ليه وقتها هتحط في بند الصديقة الجدعة مش هتحط في دور الحبيبة او الانثى او الخطيبة ليه؟ طيب مروة احنا هنعرف ليه دلوقتي، بس معنا لما من السعودية. اكيد احنا تشكر، اتفضلي. يومك النهاردة يا كمال. لا عشان واحد اتفضل. فتفتكروا بقى دلوقتي انا هسألك انت يا كمال بصفتك راجل، لو انت مرتبط بواحدة والواحدة دي هي اللي يعني مستجدعة معاك اخر حاجة، ومثلا تقول لها عندي مشكلة في الشغل تحاول تدور لك على حل، عندي مشكلة في البيت تحاول تشوف لك حاجة، اتخانقت مع واحد صاحبي تاخد مبادرة اللي هي على طول عاملة دور السبع رجالة، هو يعتمد عليها في اي مشكلة؟ يعني انت شايفة ان هو يعتمد عليها في اي مشكلة؟ لما هو يلاقيها كده في اي مشكلة خلاص هي هتساعد. امل محمود قالت ان ده هيحولها للصديقة الجدعة، انت رأيك ايه؟ هتتحول الى واحد صاحبك؟ والله شوف يعني كثرة اخذ رأي من البنات والمشاكل كمان، يعني ما احب اتعب البنت، يعني بالعكس احبها تكون ذكية وتعرف ايش تسوي بشغلات انه انا ما عندي وقت فيها، بس لا اذا هي شاطرة بالامور، اذا عندها جواب حلو او عندها رأي كويس why not، بس ما هاخذها كفند يعني. اوكي، هي المشكله هنا ان هي شعرايه رفيعه قوي ما بين الواحده الذكيه المستقله اللي بتعرف تعتمد على نفسها وان البنت تتحول الى راجل مستقل. الحكايه بتاعتنا دي عباره عن المشمشه لما بتحرم الراجل من المسؤوليه،
لما بتحرمه من فرصة ان هو يقف جنبها وانه يفكر وانه يساعد بيحس انها مش معتمد عليه. فبينتهي الموضوع مثلا عربيتي عطلانه، ما انت كلمي الميكانيكي، ما انت بتعرفي مش عارفه البيت حاجه باظت فيه، ما تكلمي السباك، ما انت مش صغيره. اوكي، ان هو عارف انها هتتصرف. فالنصيحه بتاعت امل، ودي نصيحه حقيقيه فعلا، ان البنت لازم تفضل محتفظه بصوره البرنسس اللي هي الليتل برنسس اللي هتحتاس، بس في نفس الوقت لو اتحطت في الموقف تعرف تتصرف. اي طبعا، ما هو اذا درجة ودلع يعني ميزان لازم يلحق اللي هو يبقى موزونه بالظبط يعني. طيب مروه، لو حد دلوقتي عنده مشكله وعايز يتواصل معاكي نعمل ايه؟ في حاجتين، في على الويب سايت عندي marwarakha.com، حلو، والفيسبوك وينزل دلوقتي على الشاشه قدامنا. اوكي، وفي الفيسبوك جروب مروه رخا اوفيشال جروب. طب في اتصال شخصي اذا عندي مشاكل؟ الميلاد بقى موجود. انت يا كمال كل حاجه انا يومك النهارده. الله يخليك يا رب. طيب عندها مشكله صغيره قبل ما في عندي واحده تانية بتقول لو البنت اتحملت مصاريفها قبل الجواز وبعد الجواز فضلت بتصرف على نفسها، يعني هي اتجوزت الراجل شايل مسؤوليه البيت بيصرف على الولاد لكن هي اللي بتصرف على نفسها، هدومها، خروجها، مكياجها، الحاجات دي. اوكي، دوت بيعمل ايه في العلاقه؟ والله شوف عند العرب هيشيل ايده. المجتمع العربي ما نحب نخلي البنت ما تدفعي ولا علينا كل شيء. انا برايي اذا هي مثلا زوجتي وقاعد تشتغل، خلي فلوسها اللي هي قاعد تطلع من راتب او اي شيء قاعد تسويه خليها لنفسها، هي تنبسط فيها اكيد، بس امور المنزل او امور الشغلات المتطلبه عليه اكيد ما هخليها، لانه انا مثلا علي الواجب انه اسويه، وهي زي ما عليها الواجب انه تربي وتهتم، انا عندي واجب كمان المصاري. اوكي، هو في فرق يعني، هي لطيف جدا ان البنت تشارك يعني بالذات لو الموضوع صعب او الراجل تعبان في شغله، فالمشاركه لطيفه، لكن ان هي تعفيه بارادتها من تحمل مسؤوليتها ده هيخليه يشيل ايده زي ما انت قلتي، خليه يبيع القضيه تماما يعني. فالبنات لازم هنا تبقى مركزه هي بتعامل الراجل ازاي، لو عودته ان هي بتتصرف لوحدها مش هيسعفها. لا طبعا، ولو عودته ان هي بتصرف على نفسها خلاص هتروح تولد، هي اللي هتدفع فلوس المستشفى، هتروح مسافره. هنا وصلنا لتربيح الجبين زي ما يقولوا، انه خلاص انا دفعت كده. ايه تربيح الجبين يعني؟ باللبناني ربحت انه اخذت فيفر انه خلاص صرت كده، هذه مشكله صارت يعني. بقوا اثنين روم ميت، بقوا اثنين اصدقاء. صح. خلاص، فاحساسه بالمسؤوليه، احساسه بان هو الراجل بتاعها بيروح. صح. الكارثه الاكبر انه بيروح يشوف واحده غلبانه او واحده محتاجه وتبقى هي دي المراه بتاعته. اوكي. طبعا كافينا الموضوع، فايش رايك انت في ايه؟ بالمشاركه او قاعد تقولي ما هي دي الحكايه، في خط رفيع قوي ما بين المشاركه وما بين ان هي تعفي من مسؤولياته كراجل. اوكي، يعني الست مهما كانت معاها فلوس، مهما كان تحب الراجل اللي يجيب لها هديه، اللي يهتم بهدومها، اللي يقول لها اجيب لك حاجه، اللي بيشيل مسؤوليات، فان هي تشارك من باب التخفيف عنه دي حاجه، وانها تعفي من مسؤوليته كراجل وكزوج دي حاجه تانية. ولو هي فاهمه انها كده بتكسب بوينتس، لا هي بتخسره طبعا، لان هو احساسه برجولته، اي راجل احساسه برجولته بان هو بيصرف وان هو مادي واجباته الزوجيه، ان هو راجل البيت يعني. بالظبط، فلو الاثنين دول راحوا خلاص ما بقاش راجل، وهيدور على ست تانية تسمح له ان هو يبقى راجل يعني. صح، بالفعل معاكي حق.